مرحبا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج الصحة توك وفي هذه الحلقة سنتحدث عن الصحة الغذائية فمن منا لا يحب أن يتناول وجبة لذيذة وشهية ولكن هل سألنا أنفسنا عن مدى صحة هذه الوجبة؟ هل هذا المقدار أو المقادير الموجودة مناسبة لنا؟ والوقت المناسب لكي نتناول هذه الأغذية؟ كل ذلك سيكون مع ضيفنا هنا دكتور عطاء القيسي وهو استشاري الصحة العامة والرعاية الصحية الوقائية، أهلاً بك معنا دكتور عطا في الصحة توك، والسؤال الأول كيف نتحكم في شهية الطعام؟ وما هي المعايير الصحية للغذاء؟ أهلاً وسهلاً فيكم، أشكركم مرة أخرى على استضافتي في هذه الحلقة المميزة لإثراء العلم والمعرفة لجمهورنا الكريم. واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان نكون كلياتنا على قدر كبير من الصحه والعافيه في غذائنا واستمتاعنا بغذائنا ووجبتنا الغذائيه اليوميه. اولا دعونا نعرج على تعريف الغذاء. ما هو الغذاء؟ الغذاء الصحي، الغذاء السليم، الاحتياج السليم للغذاء، الغذاء في مكوناته الصحيه بجميع مراحله في اثناء ال 24 ساعه التي يتناولها الانسان. في يومه الكامل ما يحتوي من عناصر غذائية متكاملة في وجبات متوازنة ومتزنة غذائيا بمحتواها من فيتامينات وأملاح معدنية وكربوهيدرات ودهون وبروتين وأيضا النشويات بمجملها بشكل العام على على فرض إنه الإنسان يتناول ثلاث وجبات يومياً يستمتع بهذه الثلاث وجبات الغذائية اليومية تناول الغذاء الصحي السليم يساعد على الوقاية ويساعد على النمو السليم الصحي خلال مراحل العمر من الطفولة حتى الشهر ولكن دكتور عطى مشكلتنا أنه كيف نأكل؟ كيف نأكل؟ نعم كيف نأكل؟ الكميات، المحتويات والجودة. كميه الطعام المطلوبة، محتويات الطعام المطلوبة ومحتويات الوجبة الغذائية السليمة الصحية وجودتها في المعايير الصحية، يعني مثلا دعونا ناخذ الوجبة الأولى ونبدأ يومنا بوجبة الإفطار. وجبة الإفطار من الوجبات المهمة جدا 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 في حياة الإنسان. لا يمكن لأي إنسان أن يتخلى عن وجبة الإفطار لما لها من أهمية كبرى وقصوى في الكلام اللي ذكرناه من اعطائه النشاط والحيويه والمناعه والصحه نتناول وجبه الافطار من اللحظه التي نستيقظ فيها؟ لا هو متى نستيقظ اولا في ناس ممكن تصحى تصحو من النوم الساعه عشرة الصباح وتتناول وجبه افطار انا كاستشاري لا اعتبر هذا وجبه افطار 8 الصباح اقصى حد لوجبه الفطور لماذا؟ لانه يبدا الجسم بالحرق نعم. يبدا الجسم بالامتصاص وبالهضم وبالبناء يبدا الجسم مع شروق الشمس ويهدا الجسم مع غروب الشمس فايضا العشاء بعد غروب الشمس يجب ان يكون خفيف وحنتعرج عليه الفطور مكوناته الصحيه يجب ان تكون محتويه على الكم الكافي والنوعي والمتميز من المواد الغذائية المطلوبة لجسم الإنسان مثل أكثرها الأجبان نعم الألبان البيض الحليب وهذه مهمة جدا للأطفال لو خصصنا فئة الأطفال الجسم يحتاج إلى العناصر الغذائية الموجودة في هذه الشغلات الأساسية مثال كوباية الحليب عندما نختار الحليب نختار حليب الخفيف الدسم والكامل الدسم للأطفال لأنه الطفل يحتاج إلى بناء يختلف عن الإنسان البالغ نعم. وطبعا بدنا نراعي المعايير الصحية والمعايير الجسدية لمن يتناول كأس الحليب في الصباح طب دكتور عطا في سؤال كتير متناول اللي بحكي لك أنا ما بصحى بدون كاسة القهوة لسه هذا يعني مش مش صبح ما رأيك؟ هناك مفهوم خاطئ عن هذه السلوكيات هذا أنا أعتبره من الإدمان النفسي أو الإدمان الجسدي الاحتياج العوز النفسي للمفهوم الخاطئ هذا الدليل على ذلك أنه بعض الناس لا يتناول القهوة في الصباح ويمشي يوم عادي والبعض الآخر يتناول القهوة في الصباح ولا يتناول طعام الإفطار ويعتبر هذا طبيعي أيضا الشاي الصباح خذ معاه شغله ما فيها حديد مع ان انا ما بنصح في كوبايه الشاي الصبح على معده فاضيه يجب ان يتناول الانسان شرائح من الخبز او شرائح من البسكويت او اجعلها فاكهه ما مشكله اتفقنا وجبه الافطار هي الاساس وجبه الغداء عامل مساعد لاكمال النهار الافضل والمناسب ما بين الساعه 2 للساعه 4 هذه وجبه الغداء المثاليه ظهرا ظهرا طبعا لكن الأم العاملة والطلبة في الجامعات والناس اللي في المكاتب لا يستطيع تناول طعام الغداء في موعده يتناولون متأخر وبالتالي يعرضهم للسمنة ويعرضهم لزيادة الوزن أنه يعتبرها وجبة واحدة أساسية وأحيانا من غير فطور فهذه مشكلة كبيرة تخيل جسمك من عشاء أمس لم تأكل شيء ولم يدخل في معدتك أو جوفك شيء واستيقظت أخذت أي حاجة بسيطة كده لا نعتبرها وجبة إفطار واستمريت للساعة خمسة المغرب بدون غداء أكثر من 16-18 ساعة الجسم يفتقر للعناصر الغذائية الجسم يفتقر للبناء ويفتقر للمناعة زمان وهذا ما قد يسبب صداع وهذا ما كسل ما شديد في الجسم نعم هبوط في الدورة الدموية وأيضا حتى يساعد على السمنة يمكن يستغرب الجمهور في هذه المعلومة نقلة الغذاء تساعد على السمنة لانه لا يوجد حرق. فهذه المعلومة أساسية في المفهوم، يجب أن يعلم المجتمع أنه أنا مش مش لازم آكل عشان أضعف، لأ لازم تاكل عشان تضعف، عشان تحرق. يبدأ البناء ويبدأ الحرق مع الطعام. ليس ومن يأكل طعام. ويذهب لممارسة الرياضة. هذا خطأ. هذا خطأ. أي يجب أن نعطي فترة بعد وجبة الغذاء اقل شيء او او الفطور احيانا يفضل التمرين الرياضي على ذكر التمرين الرياضي قبل وجبه الافطار الصباح عشان هيك يجب الاستيقاظ باكرا بعد الغداء ان لم يكن هناك او في في روتين حياته او برنامج حياته اليومي هناك برنامج رياضي يفضل انه ما من ثلاث لاربع ساعات بعد الوجبه لانه الرياضه اثناء الهضم والامتصاص بتعمل البطن بتعمل الكرش بتساعد على عدم استقرار الامتصاص وبالتالي التلبك المعوي والمشاكل الهضميه اللي من اثر التمرين الرياضي اثناء الهضم او اثناء الامتصاص. المياه كم نسبه مساعده المياه للجسم وكم نحن بحاجه لشرب الماء يوميا؟ الماء عنصر أساسي من العناصر المهمة في حياة الإنسان يجب أن يتناول الفرد العادي في المتوسط من لتر ونص إلى اثنين لتر من الماء في خلال 24 ساعة كاملة الجسم الذي يبدأ بشرب الماء بدون أي تكاليف الصباح يساعد على إخفاض الوزن وهذا الماء يجب أن يكون فاتر بكمية معقولة كأس كبير من الماء يساعد على انقاص الوزن في الصباح كل ساعتين او ثلاث ساعات نفس الكميه بيشرب محصله ما ياخذ الجسم من ماء في ال24 ساعه من لتر ونص الى لترين يعني اذا بدنا نعدهم بالاكواب من 8 الى 12 كوب احيانا في بعض المفاهيم المغلوطه عن شرب الماء في ناس تعتقد انه بنسال انفسنا بالعاميه كده مين بيسحب يشرب مي في ناس بتقول انا ما بحبها ما بحب المي ما ما بشعر بالعطش ما بنسى اشرب مشغول طول الوقت كاستاذ الجامعه كاستاذ الطبيب في مهنته العامل في عمله فقله شرب الماء لا يساعد الجسم على افراز السموم المختزنه في دمه وهذا المعروف انها بتتفلتر عن طريق الكلى وبتروح اكرمكم الله البول لا. فبنجد كميه البول مركزه وقليله وهذا يدل على احتياج جسمك للماء الماء يجب ان يشرب قبل الاكل اذا بدك تنزل وزنك بنصف ساعه لكي لا, نأكل. لكي لا تاكل كثير ويساعد على امتلاء المعده في بعض في بعض الاحيان وجبه الغداء يشعر احيانا الانسان بالعطش نتيجه او وجبات الاكل بشكل عام يشعر الانسان بالعطش نتيجه تناوله بعض المحتويات الغذائيه فبيشرب الماء يشرب الماء فورا بعد الطعام وهذا ايضا يضر يضر بالمعده ويضر بالهضم وهناك تفاسير ودراسات كميه قليله جدا من الماء بعد الاكل مباشره لا تضر ولكن الكميه الكبيره بعد الاكل مباشره بغض النظر شو وين كانت الوجبه بت بتساعد على ميوعة هذا الغذاء وميوعة الافرازات في داخل المعده ولا يساعد على الهضم ولكن اعتقد دكتور واعتذر للمقاطعه انه قد لا يضر اكثر من المشروبات الغازيه، لدينا هنا مشروب غازي، لدينا شيبس واصابع من الشوكولاته وكذلك خبزه محشوه بالشوكولاته كذلك. اشرح لنا باختصار عن الكميه الهائله من المخاطر التي تعود جراء تناول هذه الاشياء المفضله لدى الجميع الصغار والكبار. نعم المشروبات الغازية بشكل عام مضرة للصحة باتفاق العلماء وباتفاق الباحثين وجميع الدراسات تقول أن المياه الغازية ليست بأقل خطر من المواد الكيميائية الأخرى التي يتناولها الإنسان خلال يومه. المياه الغازية تساعد على هشاشة العظام. المياه الغازية تؤثر في امتصاص الكالسيوم داخل العظام وبالتالي تسقط الأسنان مبكراً في الأطفال مثلها مثل الحلويات. الكمية الكبيرة من المياه الغازية والاعتقاد الخاطئ للجمهور الكريم اللي بيشاهدنا الان انه يشرب المياه الغازية بعد الوجبة مباشرة بعد وجبة ثقيلة يشعر بالارتياح ويشعر بالراحة لا هو بالعكس انت زدت الامور تعقيد من ناحية الهضم والمياه الغازية بتزيد حموضة المعدة وبالتالي يتعث يتعثر ويتعثر الامتصاص والهضم والمياه الغازية من المدار تبعتها أيضا يفتقر الجسم إلى مكونات وبالتالي منع امتصاص الكالسيوم والأملاح المعدنية المفيدة في الجسم يفتقر الإنسان للعناصر الغذائية المهمة جدا من أملاح معدنية بسبب هاي المياه الغازية اللي على تراكم السنين وتراكم العمر تصاب أنت بهشاشة العظام لو سألت نفسك ربما يتساءل الناس منذ خمسة عشر عاما أو منذ عشرين عاما وأنا أشرب المياه الغازية ما رأيت ما يقال ما يقال ما رأيت ما ما يحكى و بتيجي على السن الكبير بتيجي على السن الكبير نعم. نعم فلما لما نوصل للشيخوخه ونصاب بالاضطراب العالي تظهر, العلامات. تظهر العلامات متاخره جدا نعم وبالنسبه الى الشوكولاتات والحلويات الاخرى بالنسبه لفئه الاطفال بالذات المحتوى يختلف من مصنع لمصنع ومن شركه الى اخرى ولكن كلياتها يعني ما تاخذوهاش مني زي ما بيقولوا علاقه تعلقوا عليها شغلات امل بعيد الشوكولاته مفيده للجسم الشوكولاته مهمه للجسم ولكن ليست بالكميات الكبيره المخيفه اللي اخر دراسه تقول حبة واحدة, حبه واحده تقي من مرض السكر على صحيح سبيل المثال صحيح هو المشكله في الاسراف نعم المشكله في الكميه وايضا النوعيه هناك بعض التصنيعات في في السوق من التصنيعات الرديئه في المحتوى والكم نعم يعني على فرض سبيل المثال لا الحصر اذا اردنا ان نجمل السكريات والحلويات الشوكولاته الداكنه افيد من الشوكولاته العاديه اقل تكوين واقل محتوى من السكر تؤخذ مع فنجان القهوه يثبت مكوناتها في الجسم فنجان القهوه مفيد جدا للجسم في اوقات معينه ويفضل هنا ما بين الغداء والعشاء او الافطار والغداء في منتصف النهار او في اخر النهار وبالنسبة وبالتالي إلى... وبالتالي محتوى الشوكولاته من مكونات مصنعه ومواد حافظه وكيميائيات اخرى قد يضر في بعض الحالات اذا اكثرنا من تناولها. بالنسبه للشيبس انا ضد الشيبس على طول زي ما بيقولوا هذا بيعمل مشاكل في الكلى ترسب الاملاح في الكلى بشكل كبير وعالي وبالتالي بنشكو من المغص الكلوي وبنشكو من الالتهابات وبنشكو من الترسبات اللي لربما تصنع الحصى في المستقبل البعيد ناهيك عن الالوان والاصباغ والاطعمه الكيميائيه المصنعه المصنعه التي تدخلها الشركات في محتوى التكوين هذا وهذه ايضا ضارة بالصحه الالوان التي ترونها في الشبس والاطعمه اللي, اللي الناس في الشبس شيبس بطعم كذا وشبس بطعم كذا وشبس بطعم كذا او حتى الاندومي كمان في نفس التكوين كلها مضره للصحه ان اردت ان تاكل هاي الاشياء اصنعها في المنزل البطاطا الطبيعيه في لها طريقه اذا ممكن ندخلها على البرنامج نشرحها للناس كيف ممكن نعملها بشكل صحي المعجنات ومحتوى الكرواسو او المخبوزات اللي السريعه والمطلوبه السريعة هذا ايضا تحتوي على جزء كبير من الدهنيات وتحتوي على جزء كبير من الزيوت وايضا في محتواها التي تحفظ على الرفوف في السوبر ماركت وفي المصانع يجب ان تحتوي على مواد حافظه حتى تطيل عمرها على الرفوف في السوبر ماركت والاسواق وبالتالي هي مضره للصحه مش مغذيه. لنقل انه امامي طبق كبير جدا اكلت كله بصحة والهنا ولكن لم اشعر بالشبع، لماذا؟ لماذا نشبع وكيف نشبع؟ القناعه هنا جيناها من الناحيه النفسيه. شره الطعام، الشره للطعام، حب الانسان او الشخص للطعام يختلف من انسان لاخر. في ناس قنوعه انه الكميه الكافيه الصغيره تكفي ولا يقوم هل هذا ما يسبب السمنة المفرطة على سبيل المثال؟ طبعا شيء أكيد الجسم يأخذ محتوى وكفايته وكميته من السعرات الحرارية اللي نتجت عن هضم الغذاء امتصاص الغذاء بعد ما يوزع على الجسم يحرق في داخل الخلايا نتيجة المجهود الرياضي أو المجهود البدني في الأربع وعشرين ساعة ما زاد عن ذلك يخزن سكر ويخزن دهون فكيفما تأكل لو اكلت الكميه البسيطه يحتاج جسمك الى مزيد من السعرات وهذا طبعا مع تنوع الكميات مع تعدد كميات الوجبات الغذائيه في اليوم من ثلاث الى اربع الى خمس وجبات خفيفه متزنه متوسطه شامله في المحتوى الغذائي تساعدك على ثبات الوزن وعدم زياده الوزن اكثر من انك تاكل وجبه واحده في اليوم او وجبتين بشراهه وبكميه كبيره اعتقادا منك انه هذا ما يكفيك. دقيقة أخيرة نعم. لنتحكم جيدا في أنفسنا وفي شهية الطعام لغذاء صحي أكثر الاختيار الجيد لنوعيات الغذاء التي نأكلها في خلال 24 ساعة الغذاء المتوازن هو ما يحتوي من فيتامينات وكربوهيدرات وبروتين ودهون وأيضا أملاح معدنية الخضار الفواكه المكملات الغذائية لا أنصح فيها نهائي فالوجبه المتزنه تساعد الجسم على الصحه، الاكل في موعد الصباح الافطار الساعه 10 11 ممكن ناخذ حبه فاكهه كوبة كاس من العصير قطعه صغيره من الخبز بغض النظر عن شو محتوى مكوناتها نعم من الساعه إلى 4 الموعد الجيد للغذاء الغد وجبه الغداء يجب أن تكون أيضا متوسطة ومتزنة وليست ضخمة وكبيرة على حسب الاعتقاد وبعد غروب الشمس بلحظات يعني قبل العشاء نأخذ وجبة خفيفة من لا أنصح بالفواكه لأنها تسبب انتفاخ البطن والغازات في الليل أن نأكل, فاك... أن نأكل نوع فاكهة نوع... واحدة نوع فاكهة أفضل, واحد من أفضل من التعدد نعم. الأفضل أنه اللبن والتمر في الليل يساعد على تنظيف الجهاز الهضمي وغسل السموم اللي تراكمت في ال 24 ساعه اثناء الوجبات ما تاكل وتنام ما وحرق تأكل وتتأخر الدهون كذلك وحرق الدهون التمرين الرياضي الصباح الباكر اذا انت من الناس المشغولين او الامراه العامله او الزوجه العامله خلي الرياضه الصباح ان لم تستطيعي فبعد الوجبه الغذائيه بحوالي ثلاث ساعات محتوى الغذاء يجب ان يكون متكامل وجيد و, و... في متناول الجميع الدكتور عطاء القيسي الاستشاري في الصحة العامة والرعاية الصحية الوقائية أشكرك جزيلا على هذه المعلومات القيمة ومشاهدينا الكرام أترككم في مع هذا التقرير حول الرياضة وأهمية الرياضة في حياتنا أما أنا أشكركم على حسن متابعة هذه الحلقة وحلقات الصحة توك القادمة هذه مني أنا إسراء المدلل أطيب المناوى إلى اللقاء أنا برجع على الرياضة من حوالي 8 سنين وانقطعت عنها سنة بعدين رجعت لما عرفت بالمركز هذا رجعت ثاني بتجي سنتين هلقيت صرت أكثر حيوية حسيت إنه عمري نقص ممكن 20 سنة لورا بحكي لها لأولادي يعني الرياضة ما بدها لا عمر ولا بدها شيء دائما الرياضة لكل الأعمار اول ما جيت طبعا بتعرفي الرياضه اول شيء كل واحد ما متعود على هالشيء بحس انه بشيء تعب يعني بلعب رياضه تمارين على كذا جهاز وبروح فيش يعني عندي طاقه وعندي حيويه افضل من قبل والحمد لله اطلع الدراج العب رياضه ساعه والحمد لله وانا مرتاحه بالنسبه للالام اللي عندي كله راح انا الصبح ماشيه وانا راسي مرفوعه مبسوطه ولا بهمني مين حواليا أنا حاسة أنه أنا بعمل إشي منيح لإلي لصحتي وبشجع كل بنات كل صبية في عمري أو أكثر إنها تيجي على النادي لأنه كتير حترتاح هي لنفسها. بيبعت رسالة للمختصين إنه دائماً يدعموا نساء غزة بهالمشروع هذا على كل فرد في المجتمع لازم يدرك اهميه الرياضه في حياتنا ومدي تاثيرها على صحتنا وحياتنا اليوميه ونشاطاتنا منها فوائدها ان هي بتحمي من الشيخوخه والشعور بشبابيه العمر المحافظه على اللياقه والرشاقه، <متصفيق> للناس اللي حابه تمارس معانا رياضه أه اهم حاجه لازم يكون في عندهم اراده 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 الرياضه لل للجسم الرفيع قبل المليان او ممارسه للتمارين بتكون صعبه في البدايه لازم احنا نعتمد الرياضه في حياتنا ونعتبرها اسلوب حياه لان هى هتحمينا من كتير امراض يعطيكم العافيه كابتن امين